طلابي الأعزاء، أجدد لقائي بكم في درس العلوم. معكم المعلمة عناق مواسي من باقة الغربية. سنتعلم اليوم عن أهمية المياه في حياتنا. جاهزون للانطلاق؟ هيا بنا. سنتعلم عن المياه، سنتعلم عن أهمية المياه، وسنقوم ببعض المهام الجميلة والمميزة. الآن يجب أن نحضر قنينة ماء، أدوات للكتابة، ودفتر. سأعطيكم دقيقة لتجهزوا أنفسكم. تفضلوا. سنبدأ. يقول الله في محكم كتابه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. تعالوا نتفكر، ما معنى كل شيء؟ هل فعلا كل شيء من الماء، أو كل شيء مصدره الماء، أو كل شيء يحتاج الماء؟ ربما لا نعرف الإجابة، ولكن إذا ما أعدنا التفكير نرى فعلا، وسنتعلم أيضا اليوم، أن كل شيء فعلا يحتاج الماء. للإنسان، لنمو الكائنات الحية، والكثير الكثير الكثير من الأشياء في الطبيعة. بمعنى كل شيء حي أن الحياة مرتبطة بالماء. إذن في عنا كلمة حي وكلمة الحياة. حي، حياة. الحي والحياة، وأيضا الكائنات الحية. الكائنات الحية هي الإنسان، الحيوان، النبات. هذه كائنات حية تحتاج الماء لنموها، وتحتاج الماء للشرب، وتحتاج الماء لأن تنمو أكثر وأكثر وأكثر. دعونا الآن نبحر في عالم المياه ونتعلم. الآن سنشرب معا قنينة الماء التي أحضرتموها. من الممكن في البيت أن تضعوا شرائح الليمون، شرائح البرتقال، فواكه مختلفة إلى الماء لتعطيكم شعوراً وطعماً مميزاً. ويمكن إضافة حسب الصورة شرائح الليمون والنعنع إلى قنينة الماء وتناولها خلال اليوم. إنها تضفي مذاقاً لذيذاً وتزودكم أيضاً بفيتامين سي المهم في تعزيز النشاط الهضمي وتعزيز جهاز المناعة عند الإنسان. تعالوا نشرب معاً كأس ماء. إذن شربنا كأس ماء. الماء يروي لنا الخلايا ويرطب لنا الجسم، يساعد بشرتنا ووجهنا أن يكون رطبا وأن يكون نضرا، وأن لا يكون شاحبا وغاضبا، بل أن يكون مبتهجا وجميلا ونضرا وناعما. الماء مهم لبناء الجسم
والخلايا والعضلات. الماء ينشط عمل الجهاز الهضمي، والماء ينشط الدورة الدموية في الجسم. وللماء استعمالات وأهميات كثيرة جدا 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 داخل أجسامنا وفي حياتنا بشكل عام. وعندما نبدأ الدروس وعندما نفيق صباحا من النوم ونشرب كأس الماء، فإن النشاط يدب في أجسامنا. حتى وإن لم نكن عطشين للغاية، من المهم جدا أن نتناول الماء على مدار اليوم وبكميات وفيرة. سنكمل. كم كأسا يجب أن نشرب خلال النهار؟ بشكل عام يميل الناس والكائنات الحية لشرب الماء في فصل الصيف أكثر. لماذا؟ لأن في فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة، وهذا يستهلك ويتطلب منا أن نحافظ على رطوبة الجسم ورطوبة البشرة ورطوبة الخلايا، ولذلك نحن نشرب أكثر، لأن الجسم يحتاج إلى أن يبرد ذاته. وكيف نفعل ذلك؟ عن طريق الماء. في فصل الشتاء نتناول كميات أقل من الماء، ولكن يمكن أن نعوض ذلك بالماء عن طريق المشروبات الدافئة، مشروب الشاي، مشروب النعناع، مشروب الميرمية، مشروب العترة، مشروب الكركديه، مشروب اليانسون، مشروب القزحة. كثير في عنا أعشاب عطرية اللي تساهم في جعل الماء طيب الطعم، تضيف له المذاق وأيضا الفائدة. هذه المركبات موجودة بمتناول اليد، موجودة في البقالة، موجودة في السوبر ماركت، ويمكن أيضا أن تزرعوا في بيوتكم الأعشاب العطرية. على الأقل يجب أن نشرب في اليوم 8 كؤوس من الماء على الأقل، بما يعادل لتر ونص إلى لترين. والإنسان بطبيعة الحال كلما اجتهد أكثر وحرك جسمه أكثر يحرق أكثر سعرات حرارية، يتعرق أكثر فيخرج منه السوائل، ولذلك هو بحاجة أن يعوض السوائل التي خسرها وأن يشرب كميات وفيرة من المياه. إذن شرب الماء يجب أن يكون بشكل دائم ومتواصل، ومن المفضل أن نشرب 8 كؤوس ماء على الأقل، وفي فصل الشتاء أن نشرب أكثر وأكثر وأكثر. من الممكن أن تتناولوا الماء من خلال أطعمة ومشروبات فيها أكثر ماء، يعني في فصل الصيف يمكن أن تتناولوا أكثر بطيخ، أكثر شمام، أكثر خيار، أكثر عنب، اللي بيكون فيهن نسبة ماء أكثر من فواكه وخضار أخرى. حتى الفواكه والخضار فيها نسبة ماء، وهي تساعد على ترطيب الجسم كما ذكرنا، وتساعد على نشاط الجهاز الهضمي. سنكمل. ذكرنا أن الماء مهم للإنسان، ولكن أيضا الماء مهم للكائنات الحية. انظري معي إلى الصورة. ماذا تشاهدون في الصورة؟ العصفور يشرب، هنالك ماء متسرب ربما من أحد القنوات، ربما من أحد الحنفيات، ولكن هذا العصفور الصغير الجميل يشرب أيضا. يذهب إلى أي مكان يوجد به بقعة ماء أو مستنقع ماء أو كمية ماء ويشربه. انظروا أيضا إلى صورة الثور، إنه بجوار مستنقع ماء وبحاجة إلى أن يشرب، وبحاجة أيضا إلى أن يأكل. وماذا يأكل الثور؟ يتناول الأعشاب الموجودة في الحقل أو حول المستنقع. ولكن الماء ضروري جدا 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 جدا، وحيوي أيضا لنمو الكائنات الحية على جميعها. إذن الطيور تشرب والحيوانات أيضا تشرب. كيف أستعمل الماء؟ الماء موجود في بيوتكم، في حنفياتكم، في حماماتكم، في كل مكان.
عندما تذهبون إلى المدرسة تشربون الماء، تغتسلون بالماء. سأعطيكم دقيقتين لتفكروا كيف نستعمل الماء وبماذا نستعمل الماء. سأعطيكم دقيقتين لتسجلوا هذه المهمة في دفاتركم، تفضلوا. طلابي، إذا جربتم أن تسجلوا كيف نستعمل الماء، دعوني أسمع وأستمع إلى إجاباتكم. صحيح أنني أعلم الدرس عن بعد، ولكن أنا أشعر أيضا أنكم تستمتعون وتفكرون من أجلي ومن أجلكم. أحد الإجابات ستكون نستعمل الماء للشرب، نعم صحيح. إجابة أخرى للحمام، نعم صحيح. إجابة أخرى لتنظيف البيوت، نعم صحيح. والكثير من الإجابات التي كتبتموها صحيحة جدا. الماء نستعمله للشرب، للطبخ، للغسل، للتنظيف، للاستحمام، لفرش الأسنان وغيرها الكثير. تخيلوا لا سمح الله أننا نعيش في مكان لا يوجد به ماء، كم يوم سنتحمل؟ يوم، اثنين، ثلاثة، أكثر من 3 أيام سيكون صعب جدا الحياة بدون ماء، لأن الكوكب الأرض ما يميزه تعلمنا سابقا وجود الماء على كوكب الأرض الذي يتيح الحياة على هذا الكوكب. بدون ماء لا يوجد حياة، وتتذكرون جعلنا من الماء كل شيء حي، بمعنى أن الحي والحياة مرتبطان ببعضهما البعض. بدون ماء لا يوجد حياة، وبدون ماء وحياة الكائنات الحية يتعذر عليها الحياة. في هذا العالم نحتاج الماء أيضا لأمور أخرى، أمور جدا مهمة سنتعرف ونتعلم. المياه تساعد على الإبحار ونقل البضائع. انظروا إلى الصورة. في هذه الصورة ترون سفينة محملة بالبضائع، وهي تنقل البضائع من دولة إلى دولة أخرى. هذه السفينة تمخر عباب الماء، تسافر عبر أمواج البحار. تأتينا من الشرق من الصين، أو تأتينا من الغرب من أوروبا، وتصل إلينا محملة بالبضائع. كيف تصل؟ هل تطير
السفينة لا تطير، السفينة تبحر. وكيف تبحر؟ تبحر بفعل الأمواج والرياح الموجودة التي تساعد السفينة على الإبحار. هذا يعني أن الماء ساعد السفينة على الإبحار. السفينة لا تستطيع أن تبحر على اليابسة. نحن بحاجة لليابسة إلى وسيلة مواصلات مختلفة. إذا رأينا وتمعنا في كوكب الأرض، ونحن هنا في بلادنا في مركز كوكب الأرض، إذا أرادت المواشي مثلا أن تأتينا من أستراليا، وأستراليا موجودة في القسم الشرقي الجنوبي من الكرة الأرضية، يعني هون في قاع الكرة الأرضية، وتريد أن تصل إلينا المواشي، يعني الأبقار والأغنام وإلى ذلك وما إلى ذلك، كيف تأتينا ويوجد بحر؟ كيف نقطع البحر؟ بالطائرة؟ لا، نقطع البحر عن طريق الباخرة، تأتينا الباخرة محملة بالبضائع. لنتخيل أن البضائع أيضا تأتينا من أوروبا، تأتينا من أوروبا، وهنالك يوجد البحر الأبيض المتوسط الذي تحيطه الدول الأوروبية. كيف تأتي؟ بالسيارة؟ لا، تأتينا أيضا محملة عن طريق البضائع، تأتي محملة عن طريق الباخرة. إذا الباخرة تمخر عباب الماء وتحمل البضائع وتحضرها إلينا. إذا الماء ساعد على تمرير وسير السفينة والباخرة في عرض البحر. إذا الماء يعتبر من مشجعي على وسيلة المواصلات في الطبيعة وفي الكون وفي الأرض. في الصناعة، هل تستطيعون إنكار دور المياه في الصناعة؟ كيف ذلك؟ صعب جدا، انظروا معي. نحتاج الماء في الصناعات الكيماوية أو في الصناعات المخبرية، وذلك لتعقيم المواد، وذلك لإنبات كائنات حية أو إشتالها، أو في تصنيع الأدوية والمختبرات. انظروا أيضا إلى مصنع الزجاج، يحتاج حتى مصنع الزجاج إلى ماء، وذلك لتفعيل الأجهزة والمعدات والآليات وإنتاج طاقة حركية من خلال دوران الماء. انظروا أيضا إلى الصورة في الجهة اليمنى على اليمين، تشاهدون منظر رائع وعبارة عن مرآة، كأنها تبدو مرآة. يعني إذا أخذنا هذه سطح الماء، يوجد لدينا هنا على اليابسة مثل ما ترون مصانع لإنتاج الطاقة، وعلى سطح الماء الأخرى وكأنها تبدو مرآة. هذا يعني أن الصورة منعكسة على الماء، لكن ليس هذا هو المهم. انظروا معي جيدا، تبدو هنا صورة لمصنع إنتاج الكهرباء أو محطة توليد الكهرباء، محطة توليد الطاقة أو محطة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الحركية الموجودة في الماء. وكل مصنع لكي يعني يقوم وينتج ويساعد على إنجاز وإنتاج المواد المختلفة، هو أيضا وبلا شك يحتاج إلى الماء. إذن الماء مهم جدا 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 في الصناعة. كله معي مهم جدا، مهم جدا، برافو. انظروا، الماء أيضا من صفاته وهو نعمة، نعمة وبركة السماء والطبيعة، أنه يساعد على إطفاء الحرائق. كم حريق كان في العالم؟ كم حريق كان في الأحراش وبين الأشجار؟ وأريد أن أذكركم يا طلاب الأعزاء، في الصيف الماضي احترقت غابات الأمازون في العالم، واحترقت غابات ومساحات شاسعة في أستراليا. ما الذي أطفأها برأيكم؟ وقد حاول رجال الإطفاء إطفاءها، ولكن
بسبب انتشار الحرائق على مساحات شاسعة لم يستطع الإنسان إطفاء الحرائق. أنا كنت حزينة وأعتقد أنكم كنتم حزينون مثلي، ذلك لأن الحيوانات قد نفقت، ماتت بسبب الحرائق وارتفاع درجة الحرارة، الأشجار احترقت، الأغصان احترقت، بعض البيوت الخشبية احترقت أيضا، لكن الله لم ينسانا وأسقط مطرا كثيرا، والمطر هو ماء، وعندما تساقط المطر وهطلت كميات وفيرة من المياه تم بفضل الله إطفاء الحرائق. إذن الماء يساعد على إطفاء الحرائق. انظروا أيضا هذه الصورة أحببتها، إنها صورة تعكس الزراعة. انظروا إلى هؤلاء الفلاحين، انظروا إلى هذا الفلاح الشاب، ماذا يحمل على كتفه؟ يحمل عصا وأيضا أشتال الرز. ماذا يحتاج الرز لكي ينمو؟ صحيح، يحتاج ماء وفيرا. ينتج الرز بشكل عام أو الأرز في مناطق الشرق الأقصى لأنه يحتاج كميات وفيرة من المياه والأمطار ودرجة حرارة خاصة. وإذا رأيتم انتبهوا كيف يحملون الأشتال، أشتال الرز، هؤلاء المزارعين ولتهيئته لكي ينتج يحصلون على منتوج الرز الطبيعي الذي نحتاجه ونأكله ونستلذ بطعمه دايما. مين أمه بتعمل مقلوبة بالبيت؟ كلياتكم صح، بتحبوا الرز والمقلوبة صح؟ المقلوبة هي عبارة عن رز مليء بالخضار واللحوم ونتناوله عادة في وجبة الغداء وفي الوجبات التي يجتمع عليها أفراد العائلة. والرز أتى من هنا، من حقول الرز، من حقول الأرز، والأرز هو نبتة مفيدة تعطينا الكثير من الألياف وتزودنا بالنشويات، ولزراعته نحتاج إلى الماء. تذكروا وجعلنا من الماء كل شيء حي، بمعنى أننا أيضا نحتاج الماء في الزراعة. إذن هذا استعمال إضافي لري المحاصيل الزراعية. انظروا، مع تقدم العلم والتكنولوجيا لا يستطيع الإنسان أن يروي حقولا شاسعة ضخمة كبيرة أن يسقيها بحنفية صغيرة أو عن طريق قنوات مياه صغيرة، لا يمكن ذلك. ولذلك تم اختراع الرشاشات الإلكترونية أو الرشاشات الرقمية التي تعمل على مدار ساعات معينة وتزود التربة والمحاصيل بكميات ماء لازمة ومهمة وضرورية. هذه كميات الماء تساعد على توسيع رقعة الزراعة العالمية، بمعنى أن المزارع يستطيع أن يسقي من محصوله، يسقي من الماء محصوله كي يصبح المحصول وفير وأن يعطيه المزيد والمزيد والمزيد. والماء أيضا يغذي التربة. أنتم تعرفون أن الكائنات الحية لا تستطيع أن تعيش في تربة جافة، ولذلك هي تشرب الماء وتتناول الغذاء من خلال التربة الوفيرة بالماء والمليئة بالعناصر اللازمة لكي تنمو النباتات. ولكن علينا أن نفكر، نحن نحتاج الماء ونشرب قنان الماء ونحب الماء ونسبح في الماء، ولكن انظروا معي إلى هذه الصورة. خذوا دقيقة وتمعنوا في هذه الصورة.
من منكم حزين مثلي لرؤية هذا المنظر؟ أنا أحب الطبيعة. أنا أعرف أنكم تحبون الطبيعة أيضا، ولكن عندما نرى هذا المنظر القاسي نشاهد أن الطبيعة حزينة. انظروا إلى قنان الماء الموجودة المتراكمة على شاطئ البحار. يخلف الناس الأغراض وراءهم، القنان الفارغة، الأكياس الفارغة، القنان البلاستيكية الفارغة، الأوعية الفارغة، والكثير من مخلفات الأكل الفارغة. إنها تتراكم وتضر بالبيئة، كما أن هذا الضرر البيئي يلحق تلوثاً في الماء في الطبيعة، وهذا التلوث يؤدي أيضاً إلى تلوث الإنسان وتلوث المكان الذي يعيش فيه الإنسان، ولا يستطيع أن يستجم على شاطئ البحر. لذلك أرجو منكم أن تكونوا سفراءً للصحة وسفراءً للمعرفة والوعي، وأن تساعدوا على نظافة البيئة. وعندما ترون هذا المنظر أمامكم أو في حاراتكم أو في بيوتكم، كونوا أصحاب مسؤولية، خذوا كيس مهملات وحاولوا أن تنظفوا، وحاولوا أن تتجنبوا أن تلوثوا الأماكن التي تتواجدون فيها، لأن الآخر من ورائكم سيذهب إلى ذات المكان ويريد أن يستمتع مثلكم بمكان نظيف وآمن. الآن انظروا معي إلى كوكب الأرض. سبق وتحدثنا أن كوكب الأرض وفير بالمياه. كم نسبة المياه في كوكب الأرض؟ تقريبا تعادل 75% من كوكب الأرض. ماء من كوكب الأرض. وخلايا جسم الإنسان تقريبا 75% منها مليئة بالماء، يعني إذا هذا كان جسم الإنسان ف 75% من الخلايا مليئة بالماء. الماء مهم وضروري لجسم الإنسان ولكل الكائنات الحية، والماء أيضا مهم لكوكب الكرة الأرضية. يجب أن نتذكر أن الماء مسؤولية الإنسان لكي نحافظ على كوكب الأرض. الآن سأعطيكم مهمة لتفكروا. كم كوب ماء تشربون خلال اليوم؟ سجلوا، عدوا، اشربوا وتمتعوا. جربوا أن تعدوا كم كأس ماء تشربون خلال اليوم. ودائما بللوا أفواهكم بالماء. والآن هل تدركون قيمة الماء؟ سأعطيكم 4 دقائق لتفكروا بهذه المهمة وتكتبوها في دفاتركم. تفضلوا.
طلابي، هل سجلتم كؤوس الماء؟ أنا أشرب في اليوم ما يقارب لترين ماء. أنا أحب الماء وأحب أن أحافظ على شرب الماء، ولنتذكر أن جعلنا من الماء كل شيء حي. أستعمل الماء في الحمام، في الأكل، في الطبخ، في الشرب، في التنظيف، ولكن مهم جدا أن أحافظ على عدم هدر الماء، أن أستعمل الماء بحكمة وأستعمله بكميات ملائمة لي ولإحتياج الخاص، لأن هدر المياه يقلل من نسبة المياه في العالم. ويجب أن نعرف أن المياه في العالم إذا ما حافظنا على البيئة ستتلوث ولن تكون صالحة للشرب. أريد أن أذكر، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أريد منكم أن تفكروا، ما هي الأشياء في الطبيعة التي تحتاج الماء؟ ما هي الكائنات الحية التي تحتاج الماء؟ المصانع، المتاجر، السوبر ماركت، مختبرات الأدوية، وسائل المواصلات. تخيلوا كمية الأشياء الموجودة حولكم التي تحتاج الماء، سواء في نشاطها الحيوي أو سواء في تصنيعها. ستكتشفون أن الماء يدخل في كل شيء، والصناعة تحتاج الماء لأجل الإنتاج الدائم. طلابي الأعزاء، بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم عن أهمية الماء. فكروا، اشربوا الكثير من الماء، اجعلوا بيئتكم نظيفة وصحية وسليمة. أترككم برعاية الله، وأتمنى لكم كل الصحة والسعادة، وإلى اللقاء.